اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى، معكم عماد ويليام في فيديو جديد. النهاردة احنا هنتكلم عن الاكسل، وفي كلامنا عن الاكسل النهاردة نقول ازاي نعمل دايناميك جراف ونحضر البيانات من داتابيز اللي عندنا، بحيث ان انا اعمل تشيك بهذا الشكل على الصنف اللي انا عايزه يطلع لي الرسم البياني بتاعي دايناميك، والرينج بتاعي هنا اللي انا محضر عليه البيانات برضه يبقى دايناميك. تعالوا مع بعض نشوف الخطوات وهنعملها ازاي. هروح على الشيت بتاعتي اللي فيها البيانات، اسمها داتا، وعندي البيانات بتاعتي، فلنفرض ان ده يعني زي سوبر ماركت فيه بقالة وجزارة واصناف يعني زي الجبن والزيت وهكذا، وانا عايز اعمل رسم بياني للمبيعات طبقا للقسم. فاول حاجة هعملها انا هحضر البيانات بتاعتي والريدج بوتوم اللي هو هختار منه القسم اللي انا عايز اعرض مبيعاته والرسم البياني بتاعه. نبتدي مع بعض نقول هنجهز ازاي. اول حاجة هنعمل الريدج بوتوم بتاعنا اللي هو هيكون نجيبه منين، من قائمة ديفلوبر. قائمة ديفلوبر هي مش موجودة قدامنا علشان نجيبها، لو هي موجودة اوكي، لو مش موجودة بكليك يمين على اي مكان فاضي في الريبون واعمل كاستمايز للريبون، ولو مش موجودة علامة التشيك قدام ديفلوبر احطها واقول اوكي. بعد كده هلاقي الديفلوبر موجود قدامي، لما بلاقي الديفلوبر بروح لها، وبعد كده بعمل من قائمة insert بدوس في from control. لما تظهر control بختار اللي هو option bottom، هكليك عندها وهعمل البوتوم الاولاني، اكليك جوه امسح الكلام اللي موجود وابتدي مثلا اكتب البقالة اللي هو اول قسم. عملت اول واحد علشان اتشيك عليه، انا ممكن ان انا ادوس بالرايت كليك وبعد كده ممكن اعمل منه كوبي، ادوس على الكنترول واسحب واجي جوه امسح تاني قسم وليكن الجزارة، برضو اعمل كوبي ادوس على الكنترول واسحب اكليك جوه واغير الاسم. اوكي يتبقى بس احطهم جنب بعض. هنا انا عملت الاوبشن بتاعتي، ولو انا هضيف اي اوبشن تاني في ورقة العمل هتبقى تابعة ليهم، وانا لما بكليك على اي واحد هو المفروض بيرجع داتا، احنا ما قلنالوش هيرجعها فين، فممكن ان احنا هنا نحط الناتج. طب منين؟ كليك يمين في الفورمات، هقول في الست في السيل لينك مثلا اختار F1 واقول اوكي. كده انا اخترت، هو بيرجع لي رقم الاختيار في المجموعة اللي عملتها. لو انا اخترت الجزارة بتبقى 2، لو انا اخترت المنوعات بتبقى رقم 3، على الرغم من اني ما عملتش غير في البقالة بس، انما لو جيت هنا وقلت برضو الفورمات كنترول هلاقيها في الاف 1، ده لان كلهم مرتبطين مع بعض، واي واحد تاني هضيفه اي كنترول الاوبشن بوتوم هضيفه هينتمي لدول. لو انا عايز ان دول يكونوا مع بعض وممكن يكونوا في مجموعة تانية مع بعض، فانا ممكن من برضو الديفلوبر اختار من انسرت، وهنا هيكون عندي اللي هو الجروب بوكس، انا اقدر اعمل جروب بوكس. في الحالة دي الجروب بوكس ده هو اللي هيبقى خاص بيهم،
واي حاجة تاني هعملها براه هتبقى منفصلة، انما لو مفيش غيرهم يبقى مفيش داعي اعمل الجروب بوكس دي. بس عشان برضو حضراتكم تبقوا عارفين ان احنا اي لو احنا عايزين نخليهم منفصلين وهستخدمها تاني في نفس الشيت يبقى يفضل اعمل الجروب بوكس. انا مش هعملها لان انا هكتفي بيه ان انا ما عنديش غيرها فيه. اوكي، تعالوا بعد كده نحضر باقي البيانات. انا بس هخليها دي هنا، هاي ترتيبهم هنا، معلش انا كده قعدت ترتيبهم. هنعمل تحضير للبيانات، انا هنا في البيانات عايز لما اختار قسم من الاقسام دي تطلع لي المبيعات بتاعته، الاصناف والمبيعات. فانا هعمل الصنف اللي انا هطلعه والمبيعات، هطلع الاصناف الخاصة بالبقالة او الجزارة او المنوعات وارقام المبيعات بتاعتها. هعمل ايه علشان اعمل كده؟ انا هستخدم دالة فلتر، هقول يساوي فلتر زي ما قلنا، هستخدم فلتر فانكشن. الفلتر فانكشن اول حاجة اول باراميتر فيها الاري، الاري اللي انا هطلعه اللي هي الاصناف والمبيعات، ده اول باراميتر. كوما تاني باراميتر ان انا عايز القسم يكون يساوي الاف 3. لو انا قلت الاف 3 هنا هيقارنه برقم واحد او اتنين او تلاتة، في حين ان هو المفروض يكون التكست او السترينج اللي هو بقالة او جزارة او منوعات. فعلشان اعمل كده لازم ان انا احول الرقم ده ارجعه تاني لسترينج، فهستخدم بدل ما اقول يساوي الاف 1 في هذه الحالة، لا انا هقول هستخدم فانكشن اسمها سويتش. سويتش اللي هي الاف 1 كوما الاف 1 ليها ثلاث احتمالات. الاحتمال ان هو يكون الراجع بتاعه واحد، دي القيمة بتاعته. فانا هقول في الحالة دي لا انا هخليه يبقى البقالة، فهكتب ما يناظره، هفتح الكوتيشن واكتب كلمة بقالة بالعربي، هحاول انجليزي واقفل الكوتيشن كوما التاني كوما ما يناظره اللي هي هتبقى الجزارة، برضو هحول عربي، هحاول انجليزي واقفل الكوتيشن. ولو غلطت طبعا هيبقى في مشكلة، هو نحاول ما نغلطش علشان ما نرجعش نصلحها تاني. رقم تلاتة هيكون اخر حاجة عندي اللي هي منوعات. هحاول انجليزي، هقفل الكوتيشن، هقفل القوس بتاع سويتش، هقفل القوس بتاع فلتر وهدوس انتر. لو اجي اختار البقالة هيطلع لي فعلا الاصناف بتاعتها والمبيعات، لو اخترت الجزارة ولو اخترت المنوعات ده النواتج بتاعتها مع تغيير قيمة الاختيار بتاعي في واحد واثنين وثلاثة اللي انا استخدمته في تحضير البيانات. so far so good، ما فيش مشكلة لحد دلوقتي. تعالوا بعد كده لو انا عايز اعمل رسم بياني لهذا الموضوع، هحدد البيانات اللي عايز ارسمها من قائمة insert، بختار الجراف بتاعي وليكن بهذا الشكل، وهلاحظ ان هو اول حاجة عندي ان هو مفيش يعني مش معمول له sort، مش مترتب.
فانا لو عايز يبقى شكله حلو في الرسم البياني، انا اقدر ان انا اجي في الفانكشن بتاعتي اللي هي الفلتر واحطها مترتبة عن طريق استخدام sort function. ادي sort كما الفيلد اللي انا هعمل على اساسه السورت اللي هو هيبقى التاني 2، كما انا هختار ascending او descending زي ما انا عايز وادوس انتر. هلاحظ ان الرسم كده تمام، مفيش مشكلة لحد دلوقتي. المشكلة ان انا لو جيت اخترت البقالة هلاقي في حتة فاضية من فوق، ولو جيت اخترت الرسم هعرف السبب ان الرينج بتاعي في سطر فاضي، ولو جيت اخترت المنوعات هلاقي برضو ان الرسمة مش مظبوطة لان في اخر سطر مش مرسوم معايا في الجراف. يبقى انا هنا محتاج عندي مشكلة ان انا احلها، وهي الديناميك رينج. انا هنا مقدرش ان انا اخليها ثابتة بهذا الشكل. ولو جينا نشوف الرينج في الجراف هلاقي ان بالنسبة للسيريز بتاعتي الفاليوز بتاعتها رينج صريح مباشر، ما اقدرش اخليه مرة يصغر ومرة يكبر، ولكني هتحايل على الموضوع ده بطريقة تانية. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. هنشتغل على النيمز، فهروح من فورميولا فوق هختار النيم مانجر. من النيم مانجر هعمل نيو، الرينج بتاعي هسميه وليكن ماي فال، وهاجي هنا في الريفرنس بتاعه همسح الريفرنس ده وهكليك على اول خلية، وهستفيد بالديناميك رينج اني احط الهاش كده بقى دايناميك. بس كده هو جاب لي الاصناف والمبيعات مش الارقام بس. فعلشان اتغلب على هذه المشكلة هستخدم index function، ان انا اقول له مش عايز كل الكلام ده، index كما مش مهم، هناخد البارامتر التاني وهو ان انا ده العمود الاول، انا عايز العمود التاني اللي هو فيه الارقام لان دي قيمة المبيعات. 2 هقفل القوس وهقول اوكي. ده كده اول رينج انا عملته، وممكن اخد منه كوبي واعمل نيو نيم واسميه مثلا التايب او ماي تايب مثلا، وهعمل بيست. بس بدل الاتنين دي انا هحتاج الاولاني واقول اوكي. تمام، انا كده عندي الاتنين رينج، بس ده اعتقد طيب مكتوبة غلط، علشان لما نستعملها تكون مظبوطة. اوكي كلوز. انا كده عندي اتنين رينج عملتهم. هاجي بعد كده في هاجي هنا بقى على الرسم وهشوف السيريز بتاعتي، هاجي هنا هقول edit، واجي هنا على الداتا بتاعت الفاليو وهمسح لحد الاكسليميشن مارك بتاعتي واحدة واحدة، وهكتب my val وهقول اوكي. وهاجي هنا برضو وهمسح برضو واخلي بالي لحد علامة التعجب، وهكتب my
طيب واقول اوكي. في هذه الحالة هنشوف بقى تأثير الكلام ده. لما اجي انا اختار البقالة هلاقي ان الرينج مرسوم كامل. لما هاجي اختار الجزارة، لما اختار المنوعات كده، يبقى انا تغلبت على حتة الديناميك رينج. فاضل ان انا ممكن اجود شوية من الرسم البياني، اشيل القيم اللي تحت، ما فيش مشكلة ممكن اشيلها. ولو انا عايز احط صنف المبيعات، ممكن انا اجي في سيل زي دي واحط معادلة. المعادلة هقول يساوي بين كوتيشن اكتب المبيعات الخاصة بقسم وهلزق فيها اسم القسم. طب هنجيبه ازاي؟ هقول لحضراتكم، ندوس انتر دلوقتي. انا كنت جبت ازاي المعادلة بتاعت سويتش دي اللي انا جبت بيها الاسم، فانا ممكن اخد كوبي منها كده زي ما هي. كوبي واجي عند الخلية اللي عملت فيها السترينج ده وألزق فيها. حاول انجليزي بس الأول. الفانكشن بتاعت سويتش بهذا الشكل وادوس انتر. هلاحظ ان هنا كتبها لي فعلا في الخانة اللي هي الجي وان. لما بختار حاجة تاني برضو بتتغير. طيب انا علشان اعمل كده في الجراف، اجي عند المبيعات واحط لها ريفرنس هنا واقول يساوي، واشاور على الخلية دي واقول اوكي. بكده نكون احنا عملنا الرسم البياني بالشكل اللي احنا عايزينه، وممكن نكبره شوية علشان يظهر قدامنا. وانا لو حطيته بعد كده في اي داشبورد او اي حاجة، بمجرد اني انا بختار من الزراير دي بيتغير القسم وبيتغير التايتل بتاع الجراف وبيبقى الرينج بتاعي دايناميك. شكرا لحضراتكم والى اللقاء في فيديوهات قادمة، وارجو ان يكون هذا الفيديو مفيد لحضراتكم. إذا عجب الفيديو حضراتكم ففضلا وليس أمرا التكرم بالاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد دائما. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. شكرا.